الله العظيم أن أكون مخلصاً للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. فريق واحد نعمل لمصلحة وطننا بلدنا، وانت عارف الأمور من صغيرها وكبيرة، الله يوفقك ويعينك إن شاء الله لخدمة وطن إن شاء الله. أكون عند حضر إن شاء الله حسن سمو. الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت، ولد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية قبل أن يلتحق بكلية هندن للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية التي تخرج منها عام 1960. بعد تخرجه التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة التي لا تزال تعمل بالكويت تحت هذا الاسم. القسم الذي قسمتموه والذي قسمت أنا معكم والله الوطن الأمير. الكويت تمر شأنها شأن كثير من بلدان العالم بهذه الظروف الطارئة التي لم يشهد لها مثيل، فإن أبنائها الأوفياء المخلصين يثبتون للعالم أجمع أن حب الكويت هو دافعهم لتتضافر جهودهم ويتكاتفوا معا ويقفوا يدا واحدة خلف قيادة الكويت الحكيمة حتى تعبر السفينة إلى شاطئ الأمان. وتتخطى الكويت هذه المحنة كما تخطت غيرها من صعاب ومحن. في 13 من يناير 2004 صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. إنه شيخ مشعل أحمد رجل الظل، عارف بالملفات الصعبة، تعلم في مدرسة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، كان قريبا جدا منه، رجل ثقته ككل رجال الأمن الأقوياء. يعمل الشيخ مشعل أحمد خلف الأضواء، من فك الشيخ مشعل أحمد يراقب الساحة السياسية قيل الأسرة وفي الدائرة الضيقة للقرار. ليس مشعل أحمد رجل كلام بل فعل، يرى أبعد من ظاهر الأشياء ومعطياتها الآنية. قربه من الأمير الراحل صباح الأحمد طيب الله ثراه جعله ملما بتفاصيل وخبايا الملفات المستعصية وقارئا جيدا لمعدلات الساحة السياسية ومعطياتها المتغيرة، دقيق في حساباته، حاسم في قراراته، يغلفها بابتسامة عريضة تمنح الثقة والأمانة لكل من يقترب منه. تدرجه في أروقة السلطة والمؤسسات الأمنية المحورية منحه نفوذا واسعا ومكانة مميزة كشخصية قيادية من الطراز الأول بعيدا عن الأضواء والضجيج الإعلامية. كان دائما حاضرا خلف المشهد يتابع عن كثب نبض الشارع والسياسة،
يعرف جيدا قواعد اللعبة السياسية وتوازناتها الصعبة في سياق إقليمي متقلب وصعب. لم يكن غريبا أن يختاره سمو الأمير نواف الأحمد وليا العهد، الرجل ملم بمفاتيح السلطة والحكم، عارف بخبايا السياسة وألغامها، رجل المهمات الصعبة، ماهر في ضبط التوازنات والتسويات، ذو نفس طويل ورؤية ثاقبة، يتقن فن اقتناص الفرص. التوقيت لعبته، ذو نفس طويل، يترك الظروف تنضج وتأخذ وقتها حتى يحين وقت اتخاذ القرار الأصوب. يعلم أن السياسة فن اختيار التوقيت، ليس مشعل أحمد دخيلا على السياسة. الرجل حاضر بقوة في خلفية المشهد، يدير التوازنات والملفات الثقيلة، يتحرك في اتجاهات وحلبات متفرقة منذ 2004 وهو يراقب من خلف مكتبه تطورات الساحة السياسية ومتغيرات الخارج القريب. منصبه الأهم نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير سمح له بالبقاء قريبا دون لفت الانتباه. بقوته الهادئة يعمل في صمت، براغماتي، رجل دولة، مشبع بكيمياء القيادة والحكم، ملم بتفاصيل وتعقيدات السياسة. قربه من دوائر القرار أهله لبناء رصيد سياسي هائل. الخبرة التي راكمها على مدى حياة في مقاليد الحكم جعلته رقما صعبا في معدلات السلطة، ولاعبا مؤثرا وقويا في الداخل كما في الخارج. هذا الرصيد الكبير جعل من هذا الرجل عنوانا لا يمكن تجاوزه في أي قرار يخص الوطن. في الرابع من ديسمبر عام 2018 تقلد الشيخ مشعل أحمد وسام قائد جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية، وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي قامت بتقليد الوسام بالشيخ مشعل، مشيرة إلى أنه أحد الرجال الذين بنوا الكويت وساعد على بناء الصداقة بين فرنسا والكويت على أسس متينة. تكريم مهم يعكس مكانة الرجل في عواصم القرار. لم يكن غريبا ولا مفاجئا والحال هذه أن يتردد اسم الشيخ مشعل بسرعة كأقوى مرشح لولاية العهد. إنه نداء الواجب، نداء الوطن، رجل الظل مدعو إلى مسؤولية أكبر، ولاية العهد. جلسة اليوم جلسة خاصة تعقد استنادا إلى المادة الرابعة من الدستور لنظر الأمر الأميري بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لولاية العهد. والآن يتلى الأمر الأميري على حضراتكم. تفضل الأخ الأمين العام بتلاوة الأمر الأميري. أمر أميري بالتزكية لولاية العهد بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، ونظرا لما نعهده في الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لولاية العهد، فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون أحكام توارث الإمارة فيه، أمرنا بالآتي: مادة أولى، تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لولاية العهد. مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 20 صفر 1442 هجرية الموافق 7 أكتوبر 2020 ميلادية. هل يوافق المجلس على التصويت مباشرة بمبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد طبقاً للمادة 4 من الدستور والمادة 110 من اللائحة الداخلية ودون مناقشة، علماً أن المبايعة تكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؟ يوافق المجلس؟ الآن يجرى التصويت نداءً بالاسم. تفضل أخي الأمين العام.
الدكتور أحمد ناصر الصباح موافق، أحمد نبيل الفضل موافق، أسامة عيسى الشاهين موافق، أنس خالد الصالح موافق، الحميدي بدر السبيعي غير موجود، الدكتور باسل حمود الصباح موافق، الدكتور بدر حامد الملة موافق، براك علي الشيطان موافق، ثامر سعد الظفيري موافق، حمد سيف الهرشاني موافق، دكتور حمود عبد الله الخضير موافق، خالد حسين الشطي موافق، دكتور خالد علي الفاضل موافق، خالد محمد العتيبي موافق، خالد ناصر الروضان موافق، خلف دميثير العنزي غير موجود، خليل إبراهيم الصالح موافق، دكتور خليل عبد الله أبل موافق، راكان يوسف النصف موافق، الدكتورة رنا عبد الله الفارس موافقة، رياض أحمد العدساني موافق، سعد علي الرشيدي موافق، سعدون حماد العتيبي موافق، سعود محمد الشويعر موافق، دكتور سعود هلال الحربي موافق، شعيب شباب المويزري موافق، صالح أحمد عاشور موافق، صباح خالد الصباح موافق، صفاء عبد الرحمن الهاشم موافقة، صلاح عبد الرضا خرشيد موافق، طلال سعد الجلال موافق، الدكتور عادل جاسم الدمخي موافق، الدكتور عبد الكريم عبد الله الكندري موافق، عبد الله أحمد الكندري موافق، عبد الله فهاد العنزي موافق، عبد الله يوسف الرومي موافق، عبد الوهاب محمد البابطين موافق، عدنان سيد عبد الصمد موافق، عسكر عويد العنزي موافق، علي سالم الدغباسي موافق، عمر عبد المحسن الطبطبائي موافق، الدكتور عودة الرويعي موافق، فراج زبن العربيد موافق، دكتور فهد محمد العفاسي موافق، فيصل محمد الكندري موافق، ماجد مساعد المطيري موافق، مبارك سالم الحريص موافق، مبارك هيف الحجرف موافق، محمد براك المطير موافق، محمد حسين الدلال موافق، محمد مروي الهدية موافق، محمد ناصر الجبري موافق، دكتور محمد هادي الحويلة موافق، محمد هايف المطيري موافق، مريم عقيل العقيل موافقة، ناصر سعد الدوسري موافق، نايف عبد العزيز العجمي موافق، وليد خليفة الجاسم موافق، يوسف صالح الفضالة موافق، عيسى أحمد الكندري موافق، مرزوق علي الغانم موافق. الحضور 59 موافقة 59. إذن نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليا للعهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم
أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصاً للأمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار النبي المختار وعلى آل بيته وأصحابه الطيبين الأخيار. نسجد لله خاشعين لعظمته مسبحين بحمده شاكرين لفضله على ما من به علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. أيها الحضور الكرام، بالأمس القريب وفي الثلاثاء الحزين بكت الكويت وأهلها ومن يعيش على أرضها قائدها ووالد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة دار الخلد مثواه الذي أحب وطنه وشعبه وأحب الإنسان في كل مكان حتى لقب بقائد العمل الإنساني. رحل المغفور له بإذن الله تاركاً إرثاً ومآثر ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال تذكرها بكل معاني الفخر والاعتزاز. وما أشد الفراق علي فقد عاصرت سموه رحمه الله منذ الصبا في الأفراح والأتراح وفي الحل والترحال حتى لقى ربه راضياً مرضياً. ومما يخفف عنا لوعة الفراق تولي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مسند الإمارة وزمام القيادة، ونحن على يقين بأن الكويت بقيادة سموه ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال داعية إلى الخير والسلام ومنبراً للخير والعمل الإنساني. ونستلهم في ذلك توجيهات سموه حفظه الله ورعاه بأن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والأقليمية والدولية، فلك منا يا صاحب السمو السمع والطاعة. الحضور الكرام، إن الثقة الغالية التي حظيت بها من قبل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحظيت بها اليوم من قبل مجلسكم الموقر لهي شرف التكليف وثقل الأمانة وعظم الرسالة والقسم العظيم. وإنني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله وأعاهد سمو الأمير وأعاهد الشعب الكويتي من خلالكم ممثلين له أن أكون لحضرة صاحب السمو العضد المتين
والناصح الأمين، وأن أكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه، الراعي لمصالحه، المحافظ على وحدته الوطنية، الساعي إلى رفعته وتقدمه، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة، الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين، رافعاً شعار المشاركة الشعبية، عاملاً على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة، ساعياً معكم وبكم إلى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا تحمل ديمقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور منهجها العدالة ورائدها العيش الكريم. وفي الختام أدعو الله في علاها أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء، ويحفظ أبناءها الأوفياء أعزة كرماء في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.